واقفين بحر وبرد ومفترشين القاع. زين احنا نتامل، احكي لك اياها بصراحه، احنا نتامل من دوله رئيس الوزراء سيد محمد الشيع السوداني خير، يعني هاي الدوله نلتمس من عندها شويه خير. زين احنا مجرد اللي نريده شيء بسيط، احنا كلفنا الماليه موجوده، عقودنا موجود، كل شيء كامل، مجرد قرار يصدر بتثبيتنا وانتهى الموضوع. مجرد يطبق القرار، القرار موجود، يطبق القرار. زين يطبق لي القرار وانتهى الموضوع. زين هسه احنا واقفين هنا، واقفين يوم سبت، حتى شنو؟ حتى ما ناثر على الطلاب. وقفنا واعتصمنا يوم سبت. لا ما بي دوام، ما بي كل شيء، يعني احنا حتى راحتنا الجمعه والسبت قمنا ما نرتاح بيها بالبيت، نطلع ننزل بيها بالشارع. ننزل بيها بالشارع ونرجع اليوم سبت، نرجع نرجع متاخرين، راح نرجع من الصبح بعد نتوجه لمدارسنا. زين بعدين الى متى؟ الى متى؟ احنا نريد نشوف صوره حل. الى متى؟ ما تريدونا، ما تريدونا، قولوا لنا يا بروح الله ومحمد وعلي خلاص. حتى انا اعرف، حتى انا اعرف اليوم اروح اشتغل، افتح لي محل، اروح امسح لي جامب تقاطع، غير هذا اللي يريده هو، غير انا، غير احنا كل واحد هو شهادته يريدنا نوقف في الشارع، هذا اللي يريدونه من عندنا غير. زين احنا اليوم تواجهنا بعد ما اعتصمنا سوينا مظاهره، تواجهنا بضرب، تواجهنا باعتقالات، بامور كلش هوايه وتفاصيل كلش هوايه. الى متى؟ احنا هسه احنا اليوم نريد حل، احنا نريد حل.